يا وسلام عليكم، شو اخباركم؟ شو طيبين؟ اول عرب جديد، الجيم جديد اللي هو Total Accurate Battle Simulator. لعنا الجيم قبل طبعا الجزء الاول راح احطه ان شاء الله بالدسكريبشن، راح يكون موجود تحت اللي ما شافه. راح نكمل الجيم. علموني شباب المايك زين ولا، لاني قاعد استخدم مايك ثاني غير المايك اللي استخدمته اخر مره. هذا المايك استخدمه احيانا في الكومنتري زي كذا. فنعم خلينا نستمر وننطلق. ليفل 7 وصلنا اخر مره. اوكي، دروع، في دروع يقول فيه عمالقه، فيه ضار حق اسهم ورامي الاسهم. وش ضده؟ وش نقدر نجيب هنا؟ معي 200 بس، الحين مره مطفره. نحط دولي الخكارية، اقلع شكلهم. ما اظن ان بنغلبهم، ما في امل، لما معي فلوس. قاعد الشطف صح عليهم، اجلدوهم. اكيد بخسر، طوط عليكم، ما عندي فلوس اصلا. خلينا نحط 2 دلوخ قدام بس عشان نشغلهم معهم، نشوف ان شاء الله الحين يغلبونهم باذن الله. شو 2 دلوخ اللي قدام، والله عندهم مدافع الوسخين. كافو، اوكي غلبنا اتوقع الدروع. باقي شوي، باقي واحد جلدكم يدلخ، اذبحوه. ماشي، جيشي خكري يزحلقونهم. لعبوا فيهم المدافع ذولي، طلع شكلهم. صح يمكن نفوز، ليش لا، نقدر نغلبهم يا غبي. اي قم، يمديك ابطل، يمديك النكبه. صح، والله شطوا فيك. لا باقي حي، عليك استمر، يمكنك. يمكنك، كمل يا بطل، كمل. باقي يمديك. يمديك بعدين، يلا يمديك يا شنب، يمديك. والله انك بطل، صدق انك خطير، هنيك. خلاص لو تموت ما عندي مشكلة، ابن الحلال ما قصرت. تجي اخذ ضربة، خلاص اظن ما عندي. اقرع بالشطف، حاول. لا والله انك شنب، حتى الان يقدر يمشي. شلون ماسك الدرع الغبي؟ صار يمسك يد واحدة ويمسك بالمقلوب، ليش لا؟ استراتيجية جديدة هذه. قرب منك، قهر، طوط عليك نكبة. يا وصل عنده مات، بس ما قصه، والله ما قصه، والله انه الشنب. خلينا نحط، نشوف بس السريع، عشان ابي احطه قريب عشان يذبحونه على طول. خلينا نشوف وش ذا. وش اقلع ابو القدحة، اجلد بيهم، اقلع ابو الهياط. اما يا شيخ والله جلدهم. اوكي، الله اكبر، هجوم. مدرع مين ذولي؟ صار يا مدعسة، تم الدعس. كافو، درفت، قلابه فورزة هنا يا ابوي. وش قلابه الحلة، عاطة المؤخرة، عاطة الحصان هذا حقي، هو القدحة. اقلع شطن، مات الرجال يسوق ذا. باقي او في واحد فطس، لكن باقي واحد هنا. يلا يمدينا، اعطى درفت، انطل، لا يطلق عليك يا غبي، يا النكبة، والله انك غبي بالله، دلخ. صح، اذبحه، كفو جلد. وش يسوي هذا؟ وش ذا الحركة؟ يا عم الفهاوة اللي فيك، وش ذا الحركة؟ دلخ، وش قاعد تسوي؟ اوكي كوا، المعركة حماس أكثر، ذيك النفسيات يدورون يلحقون بعض طول الوقت. أما مت. وش صار فيه ذاك الدلخ؟ طلع برا الماب، الله يقرع محشش الغبي. دقوهم، صح. كفو، دخلوا بين حق الدروع. أجلدهم يا شنب. عاطة درفت. طاح الحصان الغبي ذا. يلا يمديكم، على الاقل خلصنا من نصهم تقريبا. يمديك، وخر عنه. صح،
صح 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 في واحد راح كفو ما بقينا مدفع واحد. اوه شنب برمح يا شنب. اوه فزنا اخيرا. يمديكم يمديكم يقلع الشكل كم مدفع عندهم. وش يقلع الشكل ثور فيني ايش سوي بيه ذا؟ هذا شمع ذا ديش. انا عندي فكره في هذه مدام معهم مدافع كثير ما معي الا 1000 اصلا ما معي فلوس. احط البوكسرز في كل مكان الملاكمين خلي الدلخ معهم قدام ليش لا بس عشان يشغلونهم. اوكي ادخل عليهم يا شنب كافو كافو. ها آه باقي شوي كافو كافو يس شيلهم شيلهم يا قدحه والله شطف على كيف كيفك. يب كيف خطه في الاخير بسيطين لكن انا دلخ ما اقدر 50 يونت. اه قهر يلا ما عليه خلي 50 معنا. كفو 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 كفو. اوه عنده مدافع عنده القاذفات عندي واحده انا كفو. اقلع شطون شطف يا حول. اوه شت دمره حقتي تحركوا. اقلع الشيطان وش روح ابقى له واحد ما ابقى له واحد تحرك قاعد شطف فيك ساعه ولك محشش تهز وش كيف كيف فزت. اوكي اهم شيء اني فزت. كفو كفو جيشي كفو نقدر نشيلهم بالراحه ذولي. ادخل عليهم يا شنب. اه اما مات. اوه قام الفله اضرب اقلع شيطانه صح اي بالراحه نتغلب عليهم ذولي. الساموراي مهيطيه ما بقى واحد يلا شيلوه الساموراي ولا برمح. اقلعوا الهد هيد شوت هيد شوت. وش ذا وش اقلع افقع راسه وش ذا الاشياء وش ذا الدجاج ها وش ذا وش الدجاجة تتكارفز وش لا 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 وش لا ما الامه داعي اخسر بسبب الدجاجة ما الامه داعي مدفع يطلقين نفسه ليش لا ما ماتت الدجاجة وخلصت يلا ما بقى لنا واحد تفكون. الله عليك يا شنب. اوكي بدينا. اوه شيت فايكنجز ما يمزحون مع دروع. الله عليكم يا دروع الله عليكم كفو والله كفو. اوه شيت دخلوا علينا دخلوا علينا دخلوا علينا الفايكنجز شايل هذا معه بعد سلامات. اوه لا 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 دخلوا علينا دخلوا علينا اجلدوهم كفو. لا يدلوخ ما تصدق غلبناه ما اتوقع. لا لا واحد بالحاله ما يمدي ما يمدي والله عليك شنب شنب. لا قتلوه يب خسرنا ما في امل ما في امل اللي كان عاد هو خطير ولا سوبرمان يمكن يسوي شيء. والله انك كفو سلامات. هذا اللي بيدورون ساعة هنا الين يجي ابو الدرع هنا بنحبش هذا الدلوخ يمكن يطيح هنا بيطيح بيطيح الدلخ لا تطيح يا غبي طح وراه الله يقلعك غبي عليكم بيوم صح هذه الهجمة الاسطورية راح والله انك شنب يا قادحة شال حق ناسهم والله كفو بس اتحمس تشيل اخوياك. لا هاي يا الدلخ اخوياك ذولي الله يقلعك دلخ نكبنا وين رايح لف 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 يا غبي ادخل افزع خويك. اوه اللحظة الحماسية بوم. لا اذبح خويه كفو ها ها كفو سبحان الله على الحافة دايم يفوز. شويه اسهم والله ما ادري لا لا ما ابغى اسهم بس فايكنجز طز هو ما عنده اصلا ما عنده شيء غير الدروع. واي اي اي وين 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 وش تش الحجر داخل مكان غلط ما دايت في حجر هنا غش يا اخي غش. يمدينا ان شاء الله يمدينا عليهم والله المعركه ادخلوا عليهم اذبحوهم اطعسهم فوق جنودي ذولي سلامات. وش صار
يا اخي غش يا اخي، في ثلاثة دلوخ قاعدين هناك، ما ينفع كذا. طب عليه من فوق يا شنب. صح. طح الوجه. الله عليك والله انك شنب. وشت ايش السالفة؟ ادعس يا اخي اذبحه. صح اليوم كافو، والله كان هجوم خرافي، مرة خرافي. اوكي شباب، طبعا راح ننهي الفيديو من هنا، سامحوني، لكن ان شاء الله باذن الله اذا شفت لايكات كثير الفيديو اللي فات وصلنا فوق 1700 الضار 1700 شيء زي كذا، طلبت منكم بس 1000 لايك. المرة هذه اذا وصلنا 1500 لايك راح انزل مقطع ثاني، وراح يكون اطول فتره من هذا المقطع، وان شاء الله يكون احسن. وبس هذا هو، لا تنسوا شباب لايك فيفرت شير، ما تقصرون سبسكرايب، شاركوا ضمن تنحيحون، وانشكم على خير. سلام.